وفي هذا الصدد أكد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أكد في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تنفيذ خطط رقابية خاصة لشهر رمضان الكريم للتأكد من سلامة جميع الإجراءات الموصى بها. شهر المبارك الفضيل، ومع الإقبال الكبير الذي يشهد القطاع الأغذية، يتم فيه توجيه اهتمام جميع المفتشين على عدة أمور، مثل التأكد من صحة الحملات الترويجية والعروض، وخصوصا على السلع الرمضانية، كما يتم تأكد من مدى التغيير بالبيع بحسب الأسعار المعلنة. من جانب آخر، يتم مراقبة السوق المركزي ورفع تقرير يومي بهذا الخصوص، وذلك لمعرفة مدى توفر المواد والسلع الغذائية من الخضرة والفواكه، ولضمان استمرار تدفقها في السوق وأن تكون متوفرة للجميع بدون نشوء أي ممارسات احتكارية. ولله الحمد تشير التقارير إلى توفر هذه المنتجات بكميات وافرة وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة. كون الشهر الفضيل يمر في هذه الظروف الاحترازية، فإن هناك أيضا تكثيف للجولات الرقابية للحملات التي تشهد تزايد للمرتادين، والتأكد من تطبيق كافة التدابير الوقائية المطلوبة.